لله اللي احنا كلنا كفريق عمل مجلس اداره بقياده الدكتور سيف شاهين واعضاء مجلس اداره الكرام، استعدنا بشكل كويس وقمنا بتوزيع المهام على اللجان المختلفه، اشتغلنا عليها بقالنا فتره كبيره جدا، شغلنا عليها كويس، اهتمينا بكل تفاصيل تقدر تنجح البطوله دي، لاننا بنقول نقدر مصر تنظم بطولات بشكل يليق بسمعه مصر ويليق بالمستوى اللي احنا بنوصل له وبنامل له. استعداد لبطوله العالم اللي هتبقى في استراليا بعد 10 ايام تقريبا، يمكن بطوله العالم فيها فئه الكبار والشباب بس الاتحاد العربي موجود فيه فئه الناشئين، والاتحاد الدولي يمكن لغى فئه الناشئين على المستوى العالمي لبطولات العالم، ولكن تركها للمناطق والقارات انها تعملها، بحيث ان المرحله السنيه اللي تحت 18 برضه يبقى عندها بطولات، ولكن على المستوى العالمي في بطولات العالم تم الغائها عشان يقللوا الضغوط على اللاعبين في السن ده، ما يبقاش في ضغوط عليهم في التدريب عشان يتنافسوا في بطوله العالم. مصر بصراحه هي واسطتها بانها يعني الدوله المحتضنه لكل الدول العربيه. فبعد اعتذار الجزائر اخترنا مصر لان كانت هي الخيار الثاني وكانت متاخره، والحمد لله يعني الاتحاد المصري بذل مجهود كبير لاستضافه البطوله ويشكرون عليه، لانه صحيح كان في الوقت وقت ضيق جدا، فاشكر الاتحاد المصري وخصوصا اخي الدكتور سيف وجميع اعضاء الاتحاد على ما بذلوه من مجهود للاستضافه.